وصلت رسالة إلكترونية من الدكتور مامادو. رائع، ربما انتهى من بحثه. علي استدعاء الفريق نون لإطلاعهم على البحث. ولكن الملف المرسل ليس البحث. ليس البحث؟ ماذا إذن؟ إنه موافقة على انضمام جاسر وزهرة للدورة التدريبية في علوم الأرصاد. بالتأكيد سيشرح لهم نتائج أبحاثه أيضاً. استعد لتذهب معهم في هذه الرحلة. أنا؟ لا لا، لا أريد الذهاب مع جاسر، إنه فوضوي وكثير المشاكل. السلام عليكم. السلام عليكم، هل كنت تتحدث عني يا روبو؟ نعم، كنت أقول إنك منظم ونشيط، لذلك سأسافر معك في المهمة القادمة. وعليكم السلام، جئتم في الوقت المناسب. ما هي طبيعة المهمة القادمة يا دكتور؟ إنها دورة تدريبية في علوم الأرصاد، وأعتقد أن الدكتور مامادو سيشرح لكم نتائج أبحاثه. وما هو موضوع أبحاثه؟ الأبحاث تدور عن الرياح، وذلك في ضوء الآية الكريمة: وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. عظيم، إذن ستكون الأبحاث عن تلقيح النباتات والزهور كما نفهم من الآية. هذا ما نعرفه حتى الآن، ونريد أن نعرف ما توصل إليه الدكتور مامادو في أبحاثه. إنها فرصة للاستمتاع بالطبيعة في الصحراء الأفريقية، ولن نتسبب في أي كوارث بالمرصد، أليس كذلك يا جاسر؟ أنا لا أسبب أي كوارث. نعم، مثل ما فعلت يوم إطلاق القمر الصناعي. نعم، ولكني لم أقصد ذلك، قصدت المساعدة فقط. وغرق الغواصة التجريبية؟ ها؟ لم أكن أعلم أنها غواصة، ظننت أنها سمكة قرش. كفاكم لوماً لجاسر، فله الكثير من الإنجازات. أرأيتم؟ كتدمير جهاز الإرسال الخاص بنا. حسناً، كفى كلاماً عن إنجازاتي، أقصد أخطائي. المهم، ما هو موقع الدورة التدريبية بالتحديد؟ صحراء أفريقيا، ما أجملها! كنت أظنها ستكون في شواطئ المالديف. المالديف ليست بأفريقيا. أتمنى لكم رحلة سعيدة ومفيدة. هيا إلى العمل. إلى الصحراء. إلى أفريقيا. يبدو أنك قررت السفر وعدم العودة، أليس كذلك يا جاسر؟ لا، إنها متعلقات الشخصية المهمة فقط. نحن في رحلة لثلاثة أيام فقط، وهذه الحقائب تكفي لسنتين. أحضرت كل الأغراض التي نحتاجها، مثل جهاز الاتصالات وماكينة العصير وألعاب الفيديو وبعض الأشياء الأخرى. هل أحضرت كل هذا؟ نعم، والكاميرا أيضاً، فأنا أفكر في صنع فيلم تسجيلياً عن أفريقيا لأقوم بنشره فأحصل على الأموال الطائلة من كثرة المشاهدات. أنت تحلم! وربما أضع صورتك في الفيلم وأقول إني عثرت عليك في الصحراء لتزيد نسبة المشاهدة. مضحك جداً! الأرض غير مستوية، لا يمكننا الهبوط هنا. إذن فلنرجع من حيث جئنا. لا، يمكننا القفز والطيران. والمركبة؟ قم بتوجيه الطيار الآلي لتعود المركبة إلى المركز. إذن لن تستطيع إحضار أي من حقائبك، سأقوم أنا بتصويرك كطفل تائه في الصحراء. ألغيت الدورة، علي أن أتصل بالفريق نون ليعودوا بسرعة. ها؟
أين هم؟ ها؟ شيء عجيب، أمطار هنا في الصحراء؟ ليس هذا وقت الأسئلة، علينا الدخول بسرعة إلى المرصد. من أنتم؟ نحن الفريق نون، تلقينا دعوة منكم لحضور الدورة التدريبية في الأرصاد. عذراً، لقد ألغيت الدورة. ها؟ كيف هذا؟ لم يبلغنا أحد بإلغائها، افتحوا الباب وإلا فتحته بنفسي. أي؟ فلنتصل بالدكتور صادق إذن لينقذنا من هذه الصحراء. ما هذا؟ حتى أجهزة الاتصال نسيتها مع الحقائب في المركبة، لن نستطيع الاتصال بالدكتور صادق. أخطاؤك تطاردنا في كل مكان. أعتذر عما قاله أخي، ولكن نحن قطعنا مسافة طويلة وليس معنا أي هواتف خلوية لنتصل بالمركز. اسمحوا لنا بالدخول وإجراء بعض الاتصالات. غير مسموح، طلبك مرفوض. حسناً، ربما نموت في الصحراء وتأتي الصحافة لتغطي الخبر وتبحث عن سبب وفاة أطفال صغار. لسنا أطفالاً صغاراً. أسكت أنت. لسنا أطفالاً صغاراً. رجاءً ساعدونا. حسناً، بإمكانكم الدخول. مرحباً، أعتذر عن إلغاء الدورة التدريبية. كان يجب عليكم إبلاغنا. لقد أرسلت لكل المدعوين اعتذاراً بالفعل، ربما حصل خطأ ما. تفضلوا بالدخول لإجراء الاتصال، وأرجو أن يكون ذلك سريعاً لأنني مشغول جداً في بعض الأبحاث. وعن أي أبحاث تدرس يا دكتور؟ عذراً، ليس لدي وقت للحديث عنها. إذن سننتظرك حتى يكون الوقت مناسباً ونستمتع بهذه الطبيعة الجميلة ونلتقط بعض الصور التذكارية. ها؟ يمكنني أن أفرغ بعض الوقت لكم يا صغار، تفضلوا بالداخل. كما تلاحظون فبلادنا تعاني من قلة الأمطار والجفاف الشديد الذي يهدد حياتنا وحياة النبات والحيوان، فنكاد نهلك بسبب العطش. ولما لا نبحث عن مصدر آخر للمياه كالمياه الجوفية مثلاً؟ نعم، ولكن منسوب المياه الجوفية داخل الأرض يرتبط هو أيضاً بكمية الأمطار التي تهطل من السحاب. لا أظن أن بإمكاننا اصطياد السحاب وإجباره على الإمطار. هذا تماماً ما نقوم به. ماذا؟ اصطياد السحاب؟ وكيف يكون ذلك؟ وما هي أدوات صيد السحاب؟ صنارة طويلة جداً؟ دعوني أشرح لكم كيف يتكون المطر ويهطل. يصعد البخار من المحيطات والمسطحات المائية، ثم يتكثف في طبقات الجو العليا نتيجة البرودة الشديدة، ثم يتجمع ويتراكم قطعاً ليكون السحب الغنية بالماء والبرد، ومنها يهطل المطر. دورة الماء في الطبيعة، معلومة قديمة. نعم، ولكن هناك أشكال أخرى لتكثيف السحاب. وما هي؟ أن تتولد شحنات كهربية مختلفة نتيجة تكثف الماء في طبقات الجو العليا، فإذا التقت شحنة سالبة مع أخرى موجبة تولدت شرارة كهربية وهطل المطر غزيراً مصحوباً بالبرق والرعد. هذه معلومة جديدة. وكما يثمر النبات بتلقيح الأزهار، كذلك تغدق السحب الركامية برداً ومطراً وفيراً بالتلقيح. وكيف ذلك؟ تحمل الرياح نويات من أملاح البحر وبعض الغبار والأتربة الدقيقة جداً، فتتجمع عليها جزيئات بخار الماء وتتكثف، فتتكون حبيبات البرد وقطرات المطر الوفيرة، وهو ما نسميه تلقيح السحاب. وهذه أيضاً جديدة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء. سبحان الله، هذا تماماً ما ذكر في الآية، والعلم أدركه حديثاً. وكيف نصطاد السحاب إذن؟ نحن نقوم بتلقيح السحاب صناعياً، وذلك إما عن طريق إرسال أيونات سالبة الشحنة لاستثارة السحابة وحثها على إسقاط المطر، أو عن طريق نشر كرات الثلج في السحب لتبريد البخار وتكثيفه.
والطريقة الثالثة هي نشر الرذاذ بعض المواد الكيميائية لتجميع البخار وتكثيفه، تماماً كما تفعل الرياح. هذه هي طرق تلقيح السحاب في... أين ذلك الفتى؟ جاسر؟ أين ذهب؟ كان يفترض أنها رحلة بحثية لمرصد جوي، وذلك لمعرفة ما توصل إليه العلماء عن الإعجاز في تلقيح السحاب. كل شيء بدا عادياً، حتى اكتشف الفريق نون جريمة قد تودي إلى كارثة بيئية محققة، مما اضطرهم إلى المخاطرة بأنفسهم لمواجهة هذا الخطر العظيم. فهل سيستطيعون منع هذه الكارثة؟ وهل سينجحون في النجاة بأنفسهم أيضاً؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة من مغامرات الفريق نون.